صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قرأ أحدهم الفاتحة في التشهد الأول فماذا يلزمه؟ نعم. يقول: قرأ أحدهم الفاتحة في التشهد الأول فماذا يلزمه؟ لا يلزمه شيء، إذا كان ناسيا فلا حرج عليه، يسجد للسهو، يستحب أنه يسجد للسهو إذا فعل ذلك ناسيا، وإذا فعله متعمدا فهذا يكون فعل محظورا، عليه التوبة إلى الله والاستغفار ولا يعود لمثل هذا، هذه زيادة في الصلاة. نعم.